واحد بيقول ما معنى عبارة المكثر الأصحاب يخرب نفسه؟ دي تذكرني بقول القديس يوحنا ذهبي الفم: ليكن أصدقاؤك بالألف وكاتم سرك من الألف واحدا. وكاتم سرك من الألف واحدا، يعني في ناس كتير تعملهم كأصدقاء لكن ما تقولش سرك لكل واحد وإلا تخرب نفسك. كذلك كثرة الأصحاب مفروض أنها تكون بنوع من الحكمة، فليس لك أن تصاحب إلا الشخص اللي سيرته طيبة وأخلاقه طيبة وكلماته طيبة ونصيحه طيبة، لئلا يكون من ضمن أصحابك من يقودك إلى طريق خاطئ.